بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مثل ما احنا شايفين هاي الجهاز لا يفحص معي اذا كان الايفون مفكوك ولا لا. طبعا شفت الاعلانات وحبيت اكون منشارك في التصوير على هالاداة هاي. ما نعرف اذا الاداة هي كويسة ولا لا، لكن بشكل عام حنجربها ونشوف. معي ايفون 13، تمام. الجهاز مفكوك، يمكن مغير شاشة ومراجعين ومركبي له ستيكر ومركبي له أغراضه، تمام. أنا كل اللي علي طبعا فكرة الأداة تفحص ضغط الهواء، لأن إذا ضغطت أنت شايفين في ضغط هواء، فهي الفكرة منها إيش؟ إنه يدخل الهواء في مدخل الشريحة، تمام، ويفحص إذا كان في تسريب ولا لا. لأن أنا بس أركب أوزنها بحيث انها تمسك على مدخل الشريحة بالشكل هذا، تمام. الهواء حيدخل من عند مدخل الشريحة، اذا اضغط شوف ما يزيد، يطلع يصعد وينزل، يطلع وينزل، يرتفع وينزل، يرتفع وينزل، تمام. بهالحالة هاي يبين لي انه الجهاز مفكوك او انه ما هو ما عليه المقاوم للماء او موضوع الحماية تبع الموية، الاستيكر اللي يركب على الاطراف. الان عندي 14 برو ماكس، تمام، واللي هو هذا راح اوزن، طبعا افكه شوي، اوكي، اوزن احط في هذا المكان واسكر، تمام، اضغط بس ما ركب مزبوط، تمام. حضغط هنشوف ينزل شوي شوي، هذا يعني انه اطرافه راكبه كله تمام. يعني حتى اذا نشوف الشاشه عند الضغط الشاشه نحس انها ترتفع للاعلى، شايفين، تمام. لحتى تكون الصوره اوضح احاول اسند الجهاز واضغط، شايفين، شوف الشاشه، لاحظ الشاشه عند الضغط ارتفعت ونزلت، ارتفعت ونزلت، يعني انه حمايه في الاطراف، الاستيكر كله راكب في مكانه صح، تمام. مرة ثانية راح اضغط، ضغطة خفيفة بس احس انه الشاشة ترتفع. واذا نجي نضغط على الشاشة او العداد اللي يطلع عندي انا هنا، لازم يطلع للاعلى وينزل شوي شوي، ينزل شوي شوي، هذا يعني انه الجهاز ما هو مفكوك. يعني هو مبدئيا لحتى اذا اجاك جهاز تتأكد انه هو مفكوك ولا لا، بهالطريقة هاي بامكانك تفحص الجهاز اذا كان مفكوك ولا لا. طبعا الـ الأداة أو الطريقة هاي تفحص معاي تقريبا أتوقع من الآيفون إكس للآيفون 14 برو ماكس، هذا يفحص لي من الآيفون إكس لل 14 برو ماكس. فأتوقع أنه هي مفيدة للمحلات، مفيدة لفحص الأجهزة. فيديو سريع وتحياتي للجميع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.